هو سؤال بالفيديو من لندن لصديقك أمين خوري مع مجموعة من الأصدقاء. مساء الخير أستاذ إبراهيم، منحييك من لندن العزيزة على قلبك، اشتقنا لك ولندن اشتقت لك كمان. في لنا سؤال عندك لك بالليلة، انه انت بهالوقت تندم انك تركت كل شيء ورجعت على لبنان؟ لا، اول شيء تندم انك تركت لندن وجيت لهون؟ لا، هاي مفاجأة، لانه امين بعز علي والشباب وعشت معهم فترة طويلة، وهن لهم دور كبير بالنضال بخارج لبنان والدور الأكبر لإلهم. هلأ ندمت؟ لا، ما ندمت أبداً، ما ندمت. كل مرحلة وإلى ظروفها وإلى تحدياتها وإلى مسؤولياتها. وقت اللي رجعنا كلنا على لبنان وصار في إذا بدك استعادة لدورنا وانسحبت سوريا من لبنان، مفروض نتحمل مسؤوليتنا. إحنا ما كنا قاعدين عم نحكي حكي تبس دق الساعة، فنتحمل نحن المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، نصبح قاعدين من برا عم نغني لا بدنا وما بدنا. أنا مني ندمان على شيء أبدا عملته بحياتي، لأنه ضميري مرتاح ولأنه بؤمن بالعمل إذا بدك المسؤول ومتابعة هذا العمل المسؤول. نرجع لنكمل القسم الأخير من حلقتنا الليلة. مشاهدينا ما تنسوا تتابعونا وتشاركونا أراءكم على هاشتاج MTV40. إبراهيم كنعان، نعم، بنتك اختصاصية تغذية وزوجتك بتراقب أكلاتك باستمرار، نعم، عن جد تاكل بالسر؟ أكيد، لأنه بين اثنين صعب تاكل، بين أخصائية التغذية وبين زوجتي اللي عندها رقابة صارمة، يعني عايش بين جبهتين. مثلا الشوكولا كنت أقوم بالليل، لنفترض أوعى يعني ما لا شعوريا، روح على المطبخ بعرف في خزانة اللي فيها شوكولا بفتحها وبفرمها، عرفتي يعني؟ يعني لو تنتين الصبح ثلاثة بدون يمكن نص نايم، بس خلص عندي هيجس يعني. أنا وأثار الجريمة بشوفوها تاني، أثار الجريمة بجرب أخفيها، عندي 100 طريقة وطريقة كان، بس ما راح أحكي فيهم عشان ما ينكشف. هلأ فضحتيني الليلة. سؤال رقم 31، حضرتك لابس ساعة اليوم، بس في ساعة طلبت منك زوجتك أنك تلبسها ورفضت. من وين جايبين هذه المعلومة أنتو؟ ليش رفضت تلبس ساعة بيا لسيدة تانيا؟ أول شيء هذه الساعة لها رمزية معينة عندها أكيد وعند العيلة، وهذا موضوع يعني بالنسبة لإلي لرمزيته طبعاً ولأسباب أخرى عاطفية وإلى آخره، أنا أحجمت عن هالموضوع هذا.